بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل في هذه المحاضرة الفطريات البازدية ونتناول مجموعة من الفطريات الممرضة للنبات والتي تسبب أمراض التفحمات. أمراض التفحمات تتميز بأنها تهاجم عديد من المحاصيل الاقتصادية، ونحن الآن في حقل لنبات الذرة الشامية، وهناك بعض النباتات التي تشاهد فيها أعراض التفحم سواء على الكيزان أو على السيقان، وأحيانا تظهر هذه الأعراض على هيئة بثرات تفحمية على الأوراق. هذا المرض من الأمراض الخطيرة مؤخرا في مصر، وتعتبر النباتات المصابة سواء كانت كيزان أو سيقان أو أوراق هي مصدر العدوى، ومنها ينتقل المرض إلى النباتات الأخرى السليمة. وسوف نستعرض الآن الأعراض النموذجية والفطر المسبب ودورة حياته. هذه بعض الأجزاء النباتية المصابة بمرض التفحم العادي في الذرة الشامية والمتسبب عن الفطر استلاجو ميدا. الجزء الأولاني من الأعراض عبارة عن عينة لكوز متفحم، تشاهد فيه أن الكوز بكامله تحول إلى جزء متفحم ولا تظهر فيه قولحة ولا حبوب، وكان هذا الجزء المصاب مغطى بالأوراق الخارجية التي تفتحت وظهر منها الجسم المتفحم ذو المظهر المسحوقي الذي تنتشر جراثيمه عن طريق الرياح. أيضا هناك جزء آخر متفحم يظهر على هيئة كتلة تفحمية جافة موجودة على الساق في المنطقة السفلى، وأيضا هذه المنطقة المتفحمة الجافة كانت تحتوي على جراثيم كلاميدية هي الأخرى انتقلت عن طريق الرياح. تعتبر الرياح هي العامل الهام في نقل المرض، وينصح في المكافحة بجمع الأجزاء النباتية المصابة وحرقها للتخلص من العدوى الأولية. ولكن إذا ما أخذت هذه الأجزاء النباتية وألقيت في ماء الري على سبيل المثال، أو غذى بها حيوانات الحقل، فإن هذه الجراثيم الكلاميدية تحتفظ بحيويتها وتقوم بنقل المرض مرة أخرى إلى المناطق السليمة عن طريق انتقال الجراثيم الكلاميدية. We'll be right back.
هنتناول في هذه المحاضرة طائفة أخرى من طوائف الكتريات التابعة إلى شعبة الكتريات البازيدية فيلم بازيديو ميكوت. تناولنا في المحاضرة السابقة فطريات الأصداء وشاهدنا مدى الخطورة التي سببتها وتسببها هذه الفطريات للنباتات، وكان ذلك على مدى التاريخ، كم عانت البشرية من أمراض النبات وما زالت حتى الآن، وما زالت الحرب قائمة بين الإنسان والفطر على الاستحواذ على ما يزرعه الإنسان من نباتات. الإنسان يزرع النباتات ويرغب في الانفراد بمحصولها، والفطريات ككائنات غير جيدة التغذية تحاول أن تجد نصيبها من هذه النباتات وتتغذى عليها، ولكن قد يكون حجم هذه الفطريات المهاجم للنباتات كبير وشديد الضراوة، ويؤدي ذلك إلى حرمان الإنسان مما يزرعه ومما يسقي. في هذه المحاضرة نتحدث عن فطريات التفحم. فطريات التفحم تتبع طائفة خاصة بها هي كلاس سلاجوميزيدس. نجد أن هذه المجموعة من الفطريات تضم رتبة فطريات التفحم أوردر سلاجوينالس. هذه المجموعة من الفطريات نجد أنها تشترك في تكوين جراثيم سوداء اللون تعرف باسم جراثيم التفحم. هذه الجراثيم عبارة عن جراثيم كلاميدية، ونحن في بداية المحاضرات تحدثنا عن كيفية تكوين الجراثيم الكلاميدية البينية لخيوط فطرية مقسمة، كيف أنها تتغلص بجدار سميك وتنتفخ، ثم ينفرد هذا العقد من الجراثيم الكلاميدية المتكونة وتبقى سائبة وجافة، وتلعب الرياح دور كبير في انتقال أنواع كثيرة منها. هنجد أيضا في هذه الجراثيم الكلاميدية أنها سوداء اللون، وهذا يحميها من الأشعة فوق البنفسجية، ويحميها من مهاجمة الكائنات الحية الأخرى الدقيقة حولها مثل البكتيريا، وهذا يجعلها تحتفظ بحياتها لفترة طويلة. وعندما تتجمع هذه الجراثيم الكلاميدية على عضو نباتي مصاب فإنه يأخذ شكل التفحم، شكل الفحم، وتعتبر الأصداء والتفحمات كأمراض نباتية من الأمراض التاريخية الإنسان عرفها ربما قبل أن يكتشف أن هذه فطريات وأن هذه جراثيم. هناك أوجه شبه وخلاف كبيرة بين كل من فطريات الأصداء وفطريات التفحمات. كان يعتقد فيما مضى أن كل من الأصداء والتفحمات فطريات إدبارية التطفل، أي أنها ترتبط في حياتها بالكائن الحي ولا تنمو إلا عليه ولا تتغذى إلا من خلاياه عن طريق تكوين ممص، ولكن بعد ذلك سرعان ما أمكن إنماء فطريات التفحمات على بيئات غذائية في المعمل، والآن تنمى كثير من فطريات الأصداء في بيئات غذائية في المعمل، وأصبح مثل هذه الفطريات لا يمكن أن نقول عنها أنها من الناحية الغذائية متطفلات إجبارية، وإن كانت هناك فطريات أخرى ما زالت تحتفظ بهذه هذا الأسلوب من المعيشة، وما زلنا لا نعلم كيف نستطيع أن ننميها في بيئات غذائية في المعمل مثل فطريات البيض الزغبي والبياض الدقيق. إذا قارنا بين صفات الفطريات التي تسبب الأصداء والأخرى التي تسبب أمراض التفحمات، نجد أن الفروق بينهما تنحصر في تكوين الجراثيم الكلاميدية. هنا حنستخدم المصطلح جراثيم تيليتية لتحديد الجراثيم التي تكونها الأصداء، وجراثيم كلاميدية لتحديد الجراثيم التي تكونها التفحمات. فنجد الجراثيم التيليتية في الأصداء نجد أنها طرفية، تتكون على طرف، قد تكون معنقة كما في باكسينيا، الجنس باكسينيا أو الجنس يوروميسل أو الجنس فراجميديم،
تختلف عدد الخلايا زي ما هنشوف المحاضرة، ولكنها تتكون طرفيا، وهناك عنق موجود يحمل الجرثومة على طرف. في الجراثيم الكلاميدية في التفحمات تتكون بصفة عامة بينية، نتيجة كما رأينا قبل ذلك أن هذه الجراثيم تتكون نتيجة انتفاخ الخلايا وتغليظها، ثم ينفرد هذا العقد من الجراثيم الكلاميدية وتتحرر عن بعضها البعض. نجد أنه في الأصداء عندما يتم إنبات الجرثومة التيليتية يتكون بازيديوم، هذا البازيديوم يخرج منه جراثيم بازيدية محمولة على زوائد رفيعة عبارة عن ذنيبات، هذه الذنيبات تحمل الجراثيم البازيدية على الجراثيم التيليتية المتكونة عليها، وهذا الذنيب يجمع حوله قطيرة صغيرة من الماء في المنطقة المحصورة بين الذنيب والجرثومة البازيدية، وهذا يؤدي في النهاية إلى قصف الجرثومة البازيدية بقوة بعيدا عن مكان وجود الجرثومة التيليتية والبازيديوم الناتج منها. هذا لا يحدث في فترات التفحمات، يتم الإنبات كما سنرى دون تكوين ذنيب ولا تقصف الجراثيم البازيدية بقوة. الثمرة البازيدية بازيديو كارب اللي احنا شاهدناها مثلا في ثمار عيش الغراب قبل ذلك نجد انها غير موجودة في الأصداء، لم نشاهد تكوين ثمرة بازيدية في الأصداء. الجراثيم البازيدية تحمل على عوامل بازيدية ناتجة من إنبات الجرثومة التيليتية دون تكوين جسم سلم. في التفحمات أيضا لا نشاهد الثمرة البازيدية اللهم إلا في عائلة صغيرة تسمى عائلة جرافيوليسي، ومنها الفطر الجنس جرافيولا، ويتبعه الفطر جرافيولوفوينسز الذي يسبب مرض التفحم الكاذب في النخيل كما سنرى أعراضه في نهاية المحاضرة. وفي هذه الحالة نشاهد فقط تكوين جسم ثمري بازيدي بازيديو كارب له شكل كأسي ويعني له شكل مميز، وهذه هي الحالة الوحيدة التي نشاهد فيها ما يسمى بالثمرة البازيدية. عندما تنمو خيوط الفطر في أن العائل النباتي فإنها تنمو بين الخلايا وتحصل على غذائها عن طريق الممصات، وهذه ميزة تميز هذه الفطريات، ولكن كما أسلفنا القول فإنه أمكن إنبات عديد من الفطريات التابعة للتفحمات، يكاد يكون جميع التفحمات تنمو على بيئات صناعية زي ما قلنا الأصداء كثير منها أمكن بنجاح نمائه على بيئات صناعية. الروابط الكلابية كلاب كونكشن اللي احنا شفناها وعرفنا ايه دورها في تبادل الأنوية نجد انها نادرة الوجود في فطريات الأصداء ولكنها موجودة في فطريات التفحمات، وهكذا استطعنا ان نفرق بين فطريات الأصداء وفطريات التفحمات من ناحية الصفات الخاصة بالفطر ونموه وطبيعة تكوين جراثيم. تنتشر فطريات التفحم في البيئة وتصيب النباتات بما يسمى بأمراض التفحم. احنا لو عبرنا برضو نقارن مع فطريات الأصداء نجد أن المجموع الخضري كله كان قابل للعدوى. بفطريات الأصداء شاهدنا فطريات تهاجم الأوراق والسيقان والسنابل وأغماد الأوراق، المجموع الخضري كله قابل للعدوى. وعندما يصاب النبات بالصدأ فإن البصرات المنتشرة تعوق من التمثيل الضوئي وتجعل قدرة النبات على إنتاج المادة الغذائية وتكوين المحصول قليلة فيقل المحصول. أما التفحمات فهي تصيب الحبوب التي يسعى الإنسان إلى حصادها، وبالتالي فربما يكون هناك نبات قمح على سبيل المثال ناميا في الحقل ونموه جيد وأوراقه سليمة، ولكن السنبلة مصابة بالتفحم السائد فأصبح النبات عديم القيمة الاقتصادية، هنا ضاع المحصول. وهكذا
فإن نظرة المزارع إلى أمراض التفحمات هي نظرة تشاؤمية، لأن المرض يهدد الجزء الاقتصادي من النبات، سواء كان سنبلة أو كان قنديل في الذرة الرفيعة أو كان كوز أو كان في الذرة الشامية أو غير ذلك من نباتات أخرى، أو قد يقضي على النبات وهو في بداية حياته زي تفحم اللوائي في القمح أو زي تفحم البصل. فهنا أمراض التفحم إذا ما أصيب نبات بأحد أمراض التفحم فإما أن يقضي نحبه ويموت، وإما أن يفقد الجزء الاقتصادي الذي ينتظره الإنسان بفارغ صبر، وبالتالي هنا الخطورة من أمراض التفحمات. سوف نتعرض في هذه المحاضرة إلى بعض الأمثلة من فطريات التفحم التي سوف نشاهد أعراضها ونشاهد الفطريات المسببة لها، ولكن قبل ذلك نشير إلى طريقة الإصابة بأمراض التفحم. هناك ثلاثة أنماط من إصابة النباتات بأمراض التفحم، إما الإصابة تكون إصابة أزهار أو إصابة بادرات أو إصابة موضعية. في إصابة الأزهار نجد أن العضو الذي يتعرض للعدوى هي الزهرة. الزهرة قبل أن يتم تلقيحها وإخصابها نجد أن الزهرة والميسم الزهرة الذي يستقبل حبوب اللقاح يستقبل في نفس الوقت الجراثيم الكليمدية للفطر. ومن الأمثلة هذه الأمراض مرض التفحم السائب في القمح الذي يتسبب عن الفطر استلاج وتريتيساي. هذا الفطر تنتشر جراثيمه عن طريق الهواء، نشاهد الأعراض على هيئة سنبولة. قضى الفطر على التراكيب الزهرية وغطت تم تغطية السنبلة أو بقايا السنبلة بالجراثيم الكليمدية للفطر. ثم هذه الجراثيم الكليمدية تكون جافة، تقوم الرياح بنقل الجراثيم الكليمدية إلى أماكن حول هذا النبات المصاب، وعندما يصادفها سنبلة في مرحلة الإزهار فإن الجراثيم الكليمدية تسقط على مياسم الزهرة وعلى جدار المبيض، ويتم إنبات الجرثومة الكليمدية ويتكون ميسيليوم. هذا الميسيليوم يهاجم الميسم أو يدخل عن طريق الميسم أو عن طريق جدار المبيض ويسكن داخل الزهرة أو مبيض الزهرة ويسكن داخلها، ثم يعقد ذلك التلقيح والإخصاب وتتكون حبة من القمح تحتوي بداخلها على الميسيليوم الساكن ولا تبدو على الحبة من الخارج أي أعراض. فهذه تسمى بإصابة الأزهار. الإصابة الأخرى أو النوع الآخر من الإصابة إصابة البادرات، في هذه الحالة نجد أن الحبة أو البذرة من الخارج تغطى وتلوث من الخارج بالجراثيم الكليمدية للفطر. ومن الأمثلة هذه الفطريات فطر التفحم النتن أو المغطى في القمح، تليشيا فوتيدا ده المسبب الفطري. ونجد أن تظهر السنابل المصابة زي ما هنشوف في الأعراض بعد كده بعبارة عن يعني الحبوب منتفخة وممتلئة بداخلها على الجراثيم الكليمدية للفطر. عندما يتم الحصاد فإن هذه الأكياس المحتوية على الجراثيم الكليمدية تكون هشة وضعيفة وتتكسر ويتحرر منها ملايين الجراثيم الكليمدية التي تغطي الحبوب الأخرى السليمة من الخارج. عندما تزرع هذه الحبوب السليمة الملوثة من الخارج بالجراثيم الكليمدية فإن الحبة تنبت وينبت معها أيضا الجراثيم الكليمدية ويتكون الميسيليوم الفطر. هذا الميسيليوم هو الذي يصيب الحبة عند إنباتها، يصيب الريشة قبل ظهورها في سطح التربة، وهنا تصاب البادرة وهي صغيرة في بداية عمرها، وبعد ذلك يتكشف المرض كما سنرى بعد ذلك. النوع الثالث من الإصابة هي الإصابة الموضوعية، والذي فيها يتم إصابة الجزء من النبات، في الغالب تكون أجزاء
غضة وأجزاء تنمو نامية مثل الأزهار أو الأنسجة الحية النشيطة. والمكان الذي يسقط فيه الجرثومة هو المكان الذي يصاب كما في حالة التفحم العادي في الدورة الشامية والتفحم الطويل في الدورة الرفيعة كما سنشاهد الأعراض بعد ذلك، وهذا ما يسمى بالإصابة الموضعية. والآن نستعرض العائلات التابعة إلى هذه الرتبة. هنجد أن هناك ثلاثة عائلات تتبع رتبة يوستلاجينالس، هي العائلات هي يوستلاجينيسي وتيليشيسي وجرافيوليسي. هناك مفتاح، هذا المفتاح يعتمد عليه في تصنيف هذه الفطريات، فنجد أن هناك عائلات لا يوجد لها ثمرة بازدية كما أسلفنا القول، أو عائلات أخرى توجد لها ثمرة بازدية كأسيت الشكل. العائلة التي لها التكون فطرياتها ثمرة بازدية كأسيت الشكل هي العائلة جرافيوليسي. أما العائلات التي لا تكون ثمرة بازدية فنجد أنها تختلف من ناحية طبيعة إنبات الجرثومة الكلاميدية. في الحالة الأولى نجد أن الخيط الفطري الأولي مقسم ويحمل الجراثيم البازدية جانبيا وهي العائلة يوستلاجينيسي. الحالة الأخرى نجد أن الخيط الفطري الأولي غير مقسم وتحمل الجراثيم البازدية طرفيا وهذه العائلة تسمى تيليشيسي. يبقى إحنا تحت هذا التصنيف نجد أن إحنا عندنا ثلاثة عائلات، يوستلاجينيسي وتيليشيسي وجرافيوليسي. العائلة الأولى يوستلاجينيسي نجد أنها يتم الاقتران النووي داخل الجرثومة الكلاميدية الحديثة ثنائية الأنوية وحيدة المجموعة الصبغية، وينتج عن ذلك جرثومة ناضجة وحيدة النواة تحتوي على ضعف العدد الكروموسومي. عندما يتم إنبات الجرثومة الكلاميدية فإنها يمكنها الإنبات على الفور أو بعد فترة سكون، ويظهر خيط فطري أولي وتنقسم النواة انقساما اختزاليا يعقبها انقسام غير مباشر، وتتكون أربع أنوية، وهذه الأربع أنوية بتبقى وحيدة المجموعة الصبغية. وعلى مدى الخيط الفطري الأولي يتكون ثلاث جدر عرضية بتقسم الخيط إلى أربع خلايا، كل خلية فيها نواة واحدة، تنقسم النواة في كل خلية انقسام غير مباشر، وتهاجر إحدى هذه النوايات إلى برعم جانبي مكونة جرثومة بازدية، وقد تتبرع من الجرثومة البازدية مكونة جراثيم أخرى برعمية تعرف باسم سبوريديات، والمفرد منها سبوريديوم. ونجد من الأجناس الهامة التي تتبع هذه العائلة الجنس يوستلاجو. الجنس يوستلاجو الحقيقة من الأجناس الهامة التي تسبب أمراض عديدة زي ما شفنا في بداية الحلقة، مرض تفحم الدورة الشامية المتسبب عن الفطر يوستلاجو مايدس، التفحم السيف القمح اللي احنا أشرنا إليه في العدوى عن طريق الأزهار يوستلاجو ترتيساي، التفحم المغطى في الشعير المتسبب عن يوستلاجو هورداي. التفحم الدورة الشامية الإصابة فيه موضوعية، التفحم السيف في القمح الإصابة فيه إصابة أزهار، والتفحم المغطى في الشعير الإصابة فيه إصابة بادرات. هناك فارق بين الإصابة في كل حالة من الحالات دهية. أيضا هناك من الأمراض الأخرى الخطيرة تفحم قصب السكر، ابتدى يظهر في مصر في مناطق زراعة السكر في الوجه القبلي، المتسبب عن الفطر يوستلاجو سكاري أو الفطر يوستلاجو سكيتامينا، وهذا الفطر أيضا من الفطريات الخطيرة اللي بيصيب القمة النامية في القصب السكر ويحولها إلى كرباج أسود اللون. لو إحنا استعرضنا الجنس الآخر اللي يتبع هذه العائلة يوستلاجينيسي
هو الجنس اسفاسيلو سيكا. اسفاسيلو سيكا نجد ان هو بيصيب الدرة الرفيعة، منه نوعين، اسفاسيلو سيكا سورجاي المسبب لمرض التفحم الحبي في الدرة الرفيعة، واسفاسيلو سيكا ريليانا اللي بيسبب مرض تفحم الرأس في الدرة الرفيعة. برضو من الأمراض الخطيرة، وتظهر الأعراض على الأنديل في تفحم الحبي، بتبقى الحبوب تحتوي بداخلها على الجراثيم الكلاميدية للفطر، وتفحم الرأس، يتفحم الرأس بالكامل ويصبح كتلة سوداء اللون تغطيها الجراثيم الكلاميدية. العائلة الثانية التي نتعرض لها في هذه المحاضرة من فكرية التفحمات هي العائلة تيليشيسي. وفي هذه العائلة نجد أنها تتميز بأن النواة الثنائية المجموعة الصبغية في الجرثومة الكلاميدية بتنقسم انقسام اختزالي عند الإنبات، ويتبعه انقسام غير مباشر ولكن مرتين. يترتب على ذلك تكوين 8 أنوية وحدية المجموعة الصبغية. هذه الأنوية بتهاجر إلى الخيط الفطري الأولي اللي هو البروميسيليوم، وفي هذه الحالة لا تتكون غدرة عرضية تفصل الخيط الأولي كما شاهدنا في العائلة السابقة السلاجينيسي، ولكن نجد أن الجراثيم البازيدية تتجمع عند طرف الحامل، هنسميه الحامل أو الخيط الفطري الأولي، وتظهر الجراثيم البازيدية واخدة الشكل المستطيل، أربعة منهم يعني واخدين نمط وراثي، وأربعة تانيين مختلفين وراثيا، ويحصل توالف بين كل واحدة والأخرى، ويتعمل يتكون بينهم أنبوبة اقتران بين كل جرثومتين متوالفتين من المنتصف، وبالتالي تجد أن الشكل بتاع الجرثومتين المتوالفتين التي بينهما خيط الاقتران تأخذ شكل حرف H باللغة الإنجليزية. وهنا هنجد ده أحد المميزات اللي شايفينها في الشكل اللي قدامنا من أشكال تكوين الجراثيم وطريقة الاقتران، الجراثيم البازيدية واقترانها مع ما يوالفها من جرثومة أخرى مكونة لها. بعد هنا بتتم مرحلة الاقتران البلازمي بين الجرثومتين البازيديتين المتوالفتين، وبعد ذلك بيحصل تكوين كونيديات زي ما واضح في الشكل، واخد الشكل الهلالي، تتكون على زنيبات، تتولد على الجزء الثنائي النواة في هذا الشكل اللي هو يشبه شكل حرف H. بعد كده بتنقسم النوايات انقساما تزاوجيا، وينتقل الزوج منها إلى الكونيدة، وتنتشر الكونيديات وتنبت وتعطي خيوط فطرية ثنائية الأنوية، هي الطور الممرض للعائل النباتي المناسب. وبالتالي يعتبر الميسيليوم الثانوي زي ما قلنا احنا قبل كده هو الطور المعدي للنباتات. نجد الأجناس التابعة لهذه العائلة، العائلة تيليشيسي، نجد انها عبارة عن تنقسم تبعا الى الجراثيم الكلابيدية، اما تكون هذه الجراثيم فردية زي جنس تيليشيا منه الفطر تيليشيا فوتيدا اللي بيسبب لمرض التفحم المغطى او الخميرة في القمح، وإما أن تكون هذه الجراثيم الكلاميدية متجمعة في كرات جرثومية وحولها طبقة من الخلايا العقيمة كما هو الحال في الجنس إيروسيس. هذا الجنس بنجد منه أمثلة لفطريات ممرضة زي إيروسيس ستريتيساي، ده بيسبب مرض التفحم اللوائي في القمح، وإيروسيس بيولا اللي بيسبب مرض تفحم البصل. في النهاية هنتعرض إلى العائلة جرافيوليسي، وهي عائلة صغيرة تتبع مجموعة فطريات التفحمات، ونجد أنها كما رأينا في البداية أنها العائلة الوحيدة التي تتميز بوجود جسم ثمري بازيدي، لم نرى ذلك في الأصداء ولم نرى ذلك في التفحمات. هو في هذه الحالة الفطر جرافيولا، ومنه الفطر جرافيولا فوينسز المسبب لمرض التفحم الكاذب في النخيل كما نشاهد الأعراض أمامنا، فإنه تتكون أجسام ثمرية لها غطاء صلب يسمى بريديوم، هذا الغطاء الصلب يحيط بالثمر البازيدية، وتوجد بالداخل الجراثيم الكلاميدية
التي تتبرعم وتكون سبوريديات. وهكذا شاهدنا في هذه المحاضرة بعض أمراض التفحمات الهامة. شفنا مرض التفحم العادي في الدورة الشامية، التفحم السائد في القمح، التفحم المغطى، وهناك العديد من أمراض التفحم الأخرى التي تتميز بتكوين براثيم كلاميدية تتكون على العضو النباتي المصاب وتعطي له المظهر المتفحم. إلا أن هناك مرض آخر من أمراض التفحمات يقتصر وجوده على النخيل، وهو مرض التفحم الكاذب في النخيل، ويتسبب عن الفطر جرافيولا فوينسي. هذا المرض يسببه هذا الفطر، وهذا الفطر أيضا يكون جراثيم كلاميدية، ولكن لأول مرة في هذه المجموعة من الفطريات نشاهد أن البصرة التفحمية موجودة في جسم ثمري، جسم ثمري يوجد بداخله الجراثيم الكلاميدية التي تتكون في سلسلة. وعندما نشاهد الأعراض على أوراق النخيل المصابة نجد أن البصرة المتفحمية التفحمية بارزة وصلبة نتيجة وجود غلاف الجسم الثمري الذي يعرف باسم البريديوم موجود على محيط الجسم الثمري البزيجي، ويحتوي بداخله على الجراثيم الكلاميدية. لو احنا شاهدنا أعراض المرض بنجد انه على أوراق النخيل بتوجد بثرات، هذه البثرات موجودة على أوراق النخيل بكمية كبيرة، وتأخذ الشكل الداكن البني الداكن أو الأسود، ويحاط بها بعض الأنسجة الميتة، وتنتشر البثرات التفحمية على طول الورقة. هذا يؤثر بكل تأكيد على التمثيل الضوئي للمجموع الخضري للنخيل، ويؤدي إلى فقدان جانب كبير من المحصول، ويعتبر التقليم كما نشاهد الآن تقليم أوراق النخيل القديمة المحتوية على البثرات التفحمية من العوامل الهامة في التخلص من الفطر الممرض واللقاح الأولي الناقل للمرض. ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأجزاء النباتية المصابة يجب التخلص منها وحرقها، وإلا فإنها ستكون مصدر للعدوى كما شاهدنا في جميع حالات أمراض التفحم. أمراض التفحم بصفة عامة، سواء كان التفحم العادي في الدورة الشمالية أو تفحم السائد في القمح أو التفحم المغطى أو التفحم اللوائي، هناك الكثير من أمراض التفحم اللي احنا بنشاهدها في محاصيل مختلفة، وهذه الأمراض خطيرة، بعضها يهاجم المجموع الخضري ويقلل من التمثيل الضوئي وكفاءة النبات في تكوين الغذاء، ويؤدي إلى انخفاض المحصول. أحيانا يهاجم فطر التفحم العضو المنتج وهو الصنبلة في القمح على سبيل المثال، أو الكوز الذرة الشامية زي ما شفنا قبل كده، وهذا معناه فقدان المحصول بكامله، لأنه عندما يكون المجموع الخضري سليم والمجموع الجذري سليم، ولكن الجزء المأكول من النبات أو الجزء الاقتصادي وهو الصنبلة أو الكوز أو ما إلى ذلك هو الذي أصيب بالمرض وانتهى أمره، فإن هذا معناه الخسارة الكاملة للمحصول. مجموعة أمراض التفحم مجموعة خطيرة كلها تهاجم النباتات، هي مجموعة متميزة احنا ألقينا الضوء عليها، وهي من الأمراض الخطيرة التي تؤخذ في الاعتبار عند وضع قوانين ووضع برنامج للمكافحة في أمراض النبات في جميع أنحاء العالم.